السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد، رياكشن جديد على قناه لوكال ميكس برو. رياكشن ديال اليوم غادي تكون على التراك جديد ديال القناوي كما جات اوفيسيال ميوزيك فيديو، يعني غادي نتمسكوا غادي نتفرجوا. كليبات ديال القناوي حنا عارفينهم، التراكات ديال القناوي حنا عارفينهم. صراحه قناوي غبر هذه مده، صراحه مبقاش اكتيف كما كان بحكم المشاكل اللي كان كيعيشهم وداخل خارج الحبس، وراكم عارفين علاش. قبل ما نبداو في الرياكشن ما تنساش لك تاول مره تشاهدنا على اليوتيوب انك ضغط زر الاعجاب، اشترك في القناه، تفعل الجرس، وكنتي مشترك معنا ما تنساش انك ضغط زر الاعجاب، تدخل ناخذ كومونتير. بعد الانترو نبداو الرياكشن ديالنا. ترى الوقت علمتني نفرق بين الزوين والخايب، وبلاص ما نكون النعجه علمتني نكون الديب، علمتني نداوي جراحي بلا دوا بلا دكتور، اكسيليري بلا ما ندور نشوف اللور. لوكال ميكس برو. ونبداو الرياكشن ديالنا قناوي كما جات. نايس درون بلان واعر، ديكور خطير، هذا باينه في شي كوشطه في سلق، كاين هاد لي فاليز بحال هكا، كاين حتى في محمديه في الرباط، يعني داك الساحل كامل كتلقى فيه لي فاليز بزاف، منظر زوين، داكشي احمر. ولكن واحد النقطه خويا، راه حتى البشر خصو يتبدل شويه. دابا المنظر زوين، انتما بالدرون كيما كلشي، كي شنو اللي مخسر المنظر؟ هذاك الزبل اللي كتلقى راه مورا القناوي، داير بالقناوي القراعي ديال الشراب، قراعي ديال الميكات، قراعي ديال المناضه ديال الماء، معلم الله كلينيكسات تخربيق اللي كاين تماك. العقليه خصها تبدل، علاش بلاصه زوينه بنادم اللي موسخه؟ شنو غادي عاوتاني غتلوم الحكومه، غتلوم الدوله؟ بلانات كيوقعوا هنا. اوكي نركزوا على التراك. دخلت السبيطار لقيت الناس مفرشة القص، ناس خاصة الراديو وناس خاصة القبص وناس خاصة قلب دير خدمتها بنقص. علاش كيمشي قناوي للحبس؟ على قبل هاد البلانات هادو. قناوي خوت، انا من اشد المعجبين بالقناوي، كنتمزك القناوي بزاف، وكيجيني تقريبا الرابر الوحيد في المغرب اللي في القلب وفي اللسان، مع احتراماتي جميع الرابر الوحيد اللي عنده اللي في قلبه في لسانه. بعد المرات ما كيخدمش العقل، ما كيخدمش المنطق، كاع اللي جاتو كيقولها كيقولها في التراكات، وهذا الشيء اللي خالق ليه المشاكل ديالو. دخلت السبيطار لقيت الناس مفرشة القص، ناس خاصة الراديو وناس خاصة القبص وناس خاصة قلب دير خدمتها بنقص. هذا الشيء كاين تقريبا 6 شهور اللي دوز ديال المعاناة مع الأب ديالي الله يرحمه. هذا الشيء كاين في السبيطارات، هذا الشيء كاين. جبد الميمي، جبد الباكية، كتولي تبان ليهم انت فيكتيم، سيرتو ملي كيكون الضحيه طايح كيبقاو يشوفوا في ولادو وكيشوفوا في العائله ديالو، كتبان ليهم الباكيه، كتبان ليهم غتجبد. صافي هادشي اللي كاين، الناس خاصها القلب، الناس خاصها القبص، والناس خاصها. بغيت نوريكم البلان مشي جبعام ديال الحبس، صورت الناس كتوجع قالت هذا هو البلان اللي كنتشد عليه، على حسب ما في خباري سمحوا لي قطعت بزاف، عرفتي شناهو ولات فيه الهضره بزاف، حيت ملي كندير رياكشن على شي تراكات بحال هادو كنولي نهضر بزاف. البلان دي علاش تشد هو انه صور داكشي، مشى للسبيطار ما عرفش وقع عليه شي بلان وصور. دير خدمتها بنقص، بغيت نوريكم البلان مشيت بعام ديال الحبس، صورت الناس كتوجع قالت انا يا ظالم، لصقوا لي 5 ضحايا وحق الرب العظيم، ما قايز فيهم شي واحد غير الحساب القديم، غاوي مشوني صح على صراط المستقيم من الشيطان الرجيم، اعوذ بك يا رب فيما نظر على شي حاجه اللي كدار في القلب، كتحسبوني بحال باغي لهاد البلاد الحرب. وماشي انت اخويا قناوي، اي واحد كيدوي وكيقول داكشي اللي كاين وكيبغي يعري على الواقع راه كيولي هو اللي باغي يدير الفتنه، هو اللي ما مزيانش، هو اللي باغي الفتنه في البلاد وباغي الحرب وباغي ما شنو باغي، وجميع الاصابع اتهامات كتمشي ليه، وقدروا لصقوا ليه شي مونتي في اخر بعيد لهادشي اللي كيهضر فيه باش يغبروه. هاد البلانات كيوقعوا الخوت. صراحه عجبني البلان ديال التراك، الانسترومونتال تقريبا التيمبو ديالو 85 بي بي ام، لا ميلودي ملعوبه في السي مينور، وداكشي كلين فهمت وسهل ممتاني. لصقوا لي 5 ضحايا وحق الرب العظيم، ما قايز فيهم شي واحد غير الحساب القديم، غاوي مشوني صح على صراط المستقيم من الشيطان الرجيم، اعوذ بك يا رب فيما نظر على شي حاجه اللي كدار في القلب، كتحسبوني بحال باغي لهاد البلاد الحرب، وانا باغي غير الكرامه والبيس والحب، انا مشيت للحبس صغيرت شي حاجه، واش المواطن منكم ما بقاش خاصه حتى حاجه. الحمد لله خويا، ضرب شي عام خرج شي مال، لقيتي بزاف الحوايج تغيروا، البلاد ولات مزيان في ظرف عام، كل شي واكل، كل شي شارب، كل شي كيداوى فابور،
فهمتوني؟ كل شيء خرج لي الدان، كل شيء عدو المؤشر هابط. ناك الحمد لله اخويا، قلنا مالاش كتزيد فيه انت يا صاحبي، بلاد ولات زوينه، التعليم فابور، التلامذ قراو مزيان هذا العام، كل شيء بخير صراحه. راحنا رواب العود، حنا ماشي لقاجه، والناس راه محتاجين علاج ومعالجه. ها البلان، حنا رواب، حنا راه ماشي لقاجه، ماشي غنقول لك العام زين نطبل نقول العام زين. رابور، رابور شنو هو؟ كيكتب على الواقع، هذا هو الراب. ما عرفناش دوني كات، شكون اللي طاب الراس، فين غادي مات، إلا جابت ولا دات، غير بلاص الحبس ديروا الحل، راه الناس وعات. بصح في بلاص الحبس ديروا الحل، حيت الحبس ماشي حل، العكس. شحال من واحد تشد في الحبس على قبل هاد البلانات وخرج وزاد كتر من هاد البلانات. الحبس ماشي راديع وما كيردعش الأحرار، وخاص الحل الجدري من الاخر. الرحمة عندها فصول حتى كندير انا، واحد كيمدني الواحد هاك شد هاد الأمانة، ان شاء الله في راك ليان صولو في الزنزانة ولا باقي شي ما. شنو هذا؟ اف ال ستوديو، هذا هو البروغرام اللي كنسجل به. اف ال ستوديو، هذا البلوجين ما عرفتوش، هذا كومبريسور باينه. ساعة في النهار هي باش كانت تحرك، ما باغي تاقي الشر، ناغر وريو الشرك حكسي هرك. اوه كان ضرب عام في السجن الفريدي، كتحرك غير ساعة في النهار، الشر ناغر وريو الشرك حكسي هرك. كيتي درك سكتس عليتي يعني فكرون فكرون، بلاش ناري البلاد كديرة يعني فكرون فكرون، علاش انا في الحبس حيت صور سبيطار، هذاك اللي كلا اول المرضى راه مصور مليار، هو خارج على الاطار. قال لك واحد هذاك اللي صور مليار راه كيعيش، فهمتي؟ كلا عرق المرضى وعاش، هو شي واقع نشو بعيني، شو بعيني ملي كنت كندير الواليد كلينيك، ملي كندير هادي الله يرحمه، شو بعيني هادشي صراحه. هو مسكين اللي شي واحد كيبدا يغوت في حضره البلانات، انا في السبيطه في الكلينيك ولا هادي، ملي كيوقع شي بلان كيبدا يغوت ولا شي حاجه كيجيو كيديو كيلصقوا ليه الفوضى وزعزعه الامن وزعزعه الشيء. وقع هادشي شفتو بعيني، ماشي زعما غنتسنى كناو تيقولوا ليا ولا. وانا ضاربني قطار، شكون اللي فينا خطر، ياك ما انا اللي حوار، وزعما لهاد الدرجه قرار راجي خطا، ياك ما نكون شي كائن حر نازل من الفضاء، ماشي حكومه حاسبك ناوي من الاعداء، واش قمع ولا تبع ولا قدر وقضاء. ثلاثة أخويا بربعة، قمع وتابع وقادر وقادة، حيت راجل باش تكون راجل غتعول على هاد الشيء، هذا الشيء خصك تعول عليه. كيما جات جات ما عرفناش دوني كات، شكون اللي طاب الراس، فين غادي مات، إلا جات جات ولا دات دات، غير بلاص الحبس ديروا الحل، راه الناس وعات. شكون اللي وعى لقنا وكتكذب علينا صاحبي؟ شكون اللي وعى؟ شكون اللي وعى؟ باقي حتى واحد ما وعى، قليل اللي وعى، راه هو اللي كيعاني صافي. ماما تبقى راه كل عمرك عارفين تابعين التفاهه، هذا شكون اللي وعى؟ شكون هاد الناس اللي وعات؟ انا بعدا ما كيبان ليا لا وعي لا والو. راه الناس وعات، شده مورا شده وسده مورا سده وصده مورا سده، اش غتصد واش انت غدا، وعطاك صح من عطا والعقدة صعب من عقدة، راه يطول ليك المدة ويمشي يضربها بالبدا، واش اللي كيصور الملاير غيفهم ليك الظروف، غتقول المريم كي داير غيضحيو بيك الخروف، واش عارف نفس الهضرة اللي قلت سبحان الله، إلا جيت تعري على الواقع غيضحيو بيك، داير غيضحيو بيك الخروف، واش عارف اللي طاير ومركب في الناس الخوف، تهضر زوين ولا تعاير غتشوف الويل غادي تشوف، وخلونا في النيوف هادي شحال من سنة، زعما الوضعية والظروف غنصلحها أنا، راه ما ناويش الوقوف على ما ربنا، غني وخا المصروف خويا هاكي بنانا، حكليلي دابا مبقاتش حكليلي نيفي، دابا ما سمعش واقيلا داك التراك ديال الشر الشر كبي أتاي، كورة دخلو تا هو في التراك هذا. نيفي حردو لي قاعي إطلاق الويفي، ونلقى سحلة داعي نقي السيفي في أي رابور ساعي، هادشي اللي كاين. بغيتي توصل في الدومين في الراب في هاد البلاد ولا في اي بلاد العربيه ولا حتى في اوروبا، بنيت اللي كيقولوا الديمقراطيه وهادي، خصك تكون غادي جنب الحيط وغني على الزهون النشاط. دويش على هادشي، هادشي ما دويش عليه، لا بغيتي تمشي بعيد، لا بغيتي تزيد في الكارير ديالك، بغيتي العصا في الرويده
وتلقى داخل خارج الحبس. انا عطى الله فاش الشهر غادي يدير فحال السيمو بناوي. ما عرفناش دولي قاعد شكون اللي دام الراس فين غادي بات الى جات ولا دات غير بلاص الحبس ديروا حل راه الناس وعات. هانتوما شوفوا الزبل بلاصه واعره عرفتي داكشي بالدرون كتبان لك كوشطه المهم والسخار وهادي ولكن شوف الزبل. واو لا منظر كيدير منظر خطير. دابا عاد عرفت علاش قناوي سما التراك ديالو كيما جات راه بصح راه قناوي الهضره الليريكس ديالو واغاني ديالو والهضره ديالو كيما جات صافي ما كيعطلهاش كيبقاش لاحق قال قلت هادي غيوقع ليا هكا ولا قلت هادي غيوقع كيما جات تراك زوين عجبني تراك المهم ستوري كيعاود لك كيفاش شنو وقع ليه كيفاش دخل الحبس وشنو الاسباب لانه ما خلاش يمشي مزيان في الكارير ديالو حيت القناوي من احسن الرواد ولكن للأسف ما عايش بالراب ديالو الراب ديالو ما مكلوش الخبز علاش راكم عارفين علاش بقاو نكثروا في الهضرة. عجبني التراك التراك ديال القناوي كاملين كتحس بهم من القلب ومن القلب سبحان الله الى القلب يعني من القلب كيوصلوا للقلب نيشان حيت ما فهمش داك التصنع وداك الايغو تريب وداك التخربيق نيشان صافي كما جات كما قلت لكم. نتمنى تكون عجبتكم الرياكشن كما عجبني التراك داك اول مره كتشاهدنا على اليوتيوب ما تنساش انك ضغط على الاعجاب في قناه تفاعل الجرس وكتمشي تشترك ما تنساش انك ضغط على الاعجاب باش نحط الكومونتير. شكرا لكم على المتابعه نتلاقاو في رياكشن اخر ان شاء الله.